واتشنج. هلا والله بالجميع، معاكم الوزير. طيب يا جماعة الخير، عدنا إليكم أنا وجود في برنامج مع جود اللي يجيكم كل 5 شهور في القناة، كل 5 شهور مدري كل 6 شهور. طيب جوجو، اليوم إيش بنسوي لهم؟ نسوي لهم زبدة ونسوي لهم بسكوت. أنا ما قلت إيش الأكلة اللي بنسويها. بسكوت. أصبر أنا بغششك، أوكي؟ بسكوت تدلاسو. بسكوت تدلاسو. لا مو تيج، تدلاسو. 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 بعدين نكمل. لا ما بعدين نكمل، تنطقيها صح. تدلاسو. تدلاسو. يا سلام، بنسوي إيش؟ بسكيت. بسكيت. هم البريطانيين يقولوا له بسكيت، والأمريكان يقولوا له كوكيز، عاد كله في النهاية بسكوت. لكن هو أمانة الوصفة اللي لقيتها أنا طبعا ما هي نفس الوصفة تبع تدلاسو، ما هي موجودة على الانترنت. عشان هو بنسوي دقيقة عشان الحين بقول لك أنا إيش المقادير وبعدين إيش تبدأ تشتغلي معي، أوكي؟ أوكي. طيب الوصفة أصلا هي عبارة عن بسكوت اسكتلندي، تمام؟ اللي بنسويها، ولكن في ست كده كويسة في الانترنت الله يجزاها خير حاولت توصل الى شيء اشبه بنسبة 99% بالوصفة تبع تيد لاسو، فسوت بعض الاضافات الى وصفة البسكوت الاسكتلندي بحيث يطلع شكله شبيه بالبسكوت تبع تيد لاسو. ايش بك، عجبك القفاز؟ طيب جوجو، ايش معنا الحين هنا؟ دقيق. هذا دقيق، كاستين دقيق في حال انك يعني تبغى تسويها يعني، ونصف كاسة دقيق اللوز. هذا دقيق اللوز اقسم بالله شغلني شغله اللي لقيته، ما هو سهل في الانترنت، غالي، وفي العطارين يقول لك يا ابويا ما عندنا شيء اسمه دقيق لوز، تبغى لوز نعطيك لوز، بس دقيق ما في. فلقيته في النهايه في الدانوب يبيعوه بالكيلو، وغالي، الكيلو ب70 ريال، يخرب بيت ابليسهم ما ادري ليش. دقيق لوز، وعندنا نصف كاسه سكر وملعقه فانيليا سائله وملعقه او نص ملعقه ملح وزبدة. أنا عارف أمي الحين بتشوف الزبدة دي بتكسر الجوال، بس سامحيني يا أم، أنا والله ما أحب الزبدة زي أمي بتحكي، بس ما تحب الزبدة. فالفكرة حنعجن المكونات كالعادة، وبعدين بنحطها في طبق اللي هو ده، وبعدين بنجيب ورق الزبدة ونسوي فيه كذا. بعدين بتشوفوا، لا تستعجلوا، لا طويل، خلي الزبدة علي. أنت جيب الدقيق، هذه الزبدة حطيناها. يا سلام، هذا دقيق اللوز. لحظة دقيقة، هذا دقيق اللوز، لازم نحط الكمية الصحيحة عشان بس يطلع معنا الطعم مظبوط. دقيق. على كلام الست اللي سويته في الانترنت اللي اخذت الوصفة منها، قالت يا ابويا سويت لكم بسكوت في قلبك، ان شاء الله انه يطلع في قلبك، انا اخذت المقادير بالملي. هذا ايش؟ السكر. طيب بسم الله، انا دقيقة احط الملح ونحط الفانيليا. العجيب انه الفانيليا مره قليله، ولكن يقول لك اثرها في الوصفه مهم جدا يعني. لا يا عمري، لحظه، خلينا نبدا نعجن الحين. طيب بسم الله، نبدا الان ايش نعجن. سل نفسي اعجن. لا والله يا عمري، حتى انا نفسي انك تعجني، بس للاسف تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. السفن. طيب من يكون في عجين خلاص بعجن. اذا صار فيه بخليك تقطع البسكوت في الصحن، ايش رايك؟ فكرة؟ اوكي. طيب اضطرينا نزود شوية زبدة بس لأنه طلعت ناقصة، المفروض كانت نصف كوب، احنا حطينا أقل من النص. بتصير فوضى، في كلا الحالتين بتصير فوضى، وإن شاء الله إن شاء الله إنه يظبط الخليط. بس أنا قاعد أعجن صح يا ماما؟ بيد واحدة؟ ماما تقول بيد واحدة. طيب ايش تتوقعي هو بسكوت تدلاسو يا جوجو؟ كيف شكله؟ شكله بس لا، ما تخلي طعمه كذا. حلو. كيف طعمه؟ انا مو انا اللي بتحكم بطعمه، المكونات اللي تتحكم في طعمه. ها احكي لي ايش هو، ايش تعرفي عن تيد لاسو اساس انك عارفه يعني؟ لا، لما نخلص العجين انا اكون الملكه. انت تكون الملكه؟ انت تكون ايه؟ انا اكون الحارس. الحارس حق الملك. ايوه، احميكي من الاشرار. طيب بحكي لك قصه تيد لاسو، بس انت حاولي تركزي معي علشان تفهمي القصة، اوكي؟ تيد لاسو هذا مدرب كرة امريكية. لا انا احب هذا، ركز انا. خلاص واضح انها مرة مي مهتمة بتيد لاسو. طب بقول لك القصة بس اسمعي، انا باك تسمعيني عادي، حتى لو ما تبي تسمعيني بس سوي انك تسمعيني، سلكي لي، شوفي جوجو سوي كذا اوكي، وانا اتكلم قولي طيب تيد لاسو هذا واحد جاء من امريكا.
جابنا من امريكا على بريطانيا على اساس يجرب كره قدم، كره قدم حقيقيه. وهو في الاصل بس خلاص هذا مو تسليك، هذه قله حياه يا جود. وهو في الاصل مدرب كره قدم امريكيه اللي هي ايش؟ مضاربات وهوشه. فلما واو خلصت؟ لا لا وين خلصت لسه. فلما عزينا اصلا هذه خلينا نحاول نقلبها. فلما وصل لمرحله انه دخل الى على السلامه والله لا انا اللي قادر اركز في القصه احكي لكم ايه، ولا جود قاعد تشجعني حتى. جوجو احكي لنا قصه بلاسو انه هو يحب بسكوت بسكوت تلاسو. ايوه اسمعي انا عندي لك نكته، اذا ما ضحكتك اعطيني بوكس. بوكس؟ اي اذا ما بس اذا ضحكتك انا اعطيكي بوكس. لا الا اجل. طب انت قولي لي نكته يلا، ها حاولي تضحكيني يلا. نكته؟ لا قولي لي نكته. قاعد اقول لك نكته. يلا قولي نكته. النكته كانت تلبس لبس. اها. وكانت تلبس لبسك زيك. اها. بعدين تبكي. هاي فايف. لا علي هنا بوكس، اعطيني بوكس. نكتتك بيض. نكتتك بيض. هاي اسمعي نكتتي. ايش يسمي الدي جي ولده؟ كوريا. لا. ها. إريك؟ أوريك. لا ضحك، لا ضحك يا جماعة. بنفرد العجينة هنا. نقول يا رب إيش تطلع مظبوطة. خليني أساعدك. طب اصبري اصبري، خلينا نفردها أول بعدين ساعديني على راحتك، أوكي؟ على حسبي وديك قلبي يا أبويا راح أقول لزي سلامات 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 على حسبي وديك. بعدين نكملها. اوكي فشتي من صوتي؟ ايه. بعدين انت اللي بديت الاغنيه. يا انسان ممكن تطيق. طب دقيقه خلينا شنو نوزعها. بكره تمشي راسك فوق. يا انسان اوعى تكون كبير. بلم بلم بلم. بس على بال ما اظبط الورقه حق الزبده. حوسي هذا ورق الزبدة، ماني عارف ايش فايدة ورق الزبدة بالضبط، ولكن الست اللي 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 اعطتني الوصفة تقول سوي كذا. هي دقيقة يا جوجو خلاص بس عليكي ماسكته شوية شوية بس لحظة. يا انسان ابن الحياة يا انسان اوامها تكون. طيب اسمعي يا جوجو خليني احكي لك قصة تيد لاسو بليز، ممكن انت جرب تسمعي قصة قصيرة، قصة مرة قصيرة. اوكي اوكي اوكي. يقول لك تيد لاسو هذا مدرب كورة، كورة امريكية. الكرة الامريكية مرة مختلفة عن كرة القدم اللي نعرفها، اوكي؟ لانهم ايش يكونوا ماسكين الكرة بايديهم ويتضاربوا كذا، الكرة كرة عنيفة جدا. اوكي. فايش سوى تيد لاسو؟ جاء واضح انك ما انت مهتمه بالقصه. لا 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 انا لازم اسويها لانه خلاص الحين هذا اخر جزء في في الوصفه. طب بعدين دول. اوكي هذه النتيجه النهائيه، بنحطها في الفرن لمده نصف ساعه على درجه حراره 170 ونرجع لها. طيب يفترض الحين باقي 30 ثانيه. لو سمحت بس تفضلي. لو سمحت هاي الزهد عشانكم بس تذوقوا شيء، لو ما عجبكم لو عجبكم خلاص. انت قصدك بنطلعه لكم ونبغاكم تذوقوه، ولو عجبكم اوكي ولو ما عجبكم سامحونا. ما حد بيذوق يا حبيبتي، انا وانت اللي بنذوق بس. لا كلهم يذوقوا انت وانا. اوكي خلاص كذا جاهز، انتظريني هنا تكلمي معاهم على بال ما اجيب البسكوت واجي. اوكي اوكي الحين راح اجيبه الحين عشان بس كذا شو عشان تدوب كذا عشان يصعب اخري. اخ الريحة طيبة ان شاء الله بس يطلع الطعم طيب كمان. يلا بدأ المشكلة مو ذا الحين. لا 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 بس كذا انتبهي حارة بس كذا. جوجو بتذوقكم يلا يلا خذوا بالعافية. ننتظرها تبرد. ها بس قالوا يا ايش قلتوا يا جماعة؟ قالوا واو تسلم يدك. والله عندكم قلب. هو الفكره انه تيد لاسو كان يقدمها لريبيكا في علبه ورديه اشبه بذي. طيب بنخليها لين تبرد ونقطعها قطع كذا صغيرونه بس عشان البرزنتيشن، بنقطعها هنا بس بنذوقها مع بعض. اوكي
يلا قولي لهم عشر ربع ساعة ونرجع لكم. ربع ساعة ونرجع لكم. أوكي. أوكي يا جماعة رجعنا لكم في مرحلة التقطيع. مرحلة إيش؟ مرحلة التقطيع. التقطيع عشاني وعدتك بس. إيش خليك تقطعي؟ وإيش بطعنك صح أنت؟ يلا اقطعيها بخط مستقيم. اقطعي من هنا هنا هنا. بكيفك اقطعي اللي يعجبك. والله عليك. يا سلام يا سلام الله على التقطيع. ما امسكين اصلا. ايوه هاي خلاص خليك تقطعي بعدين. اوكي انت انا بخليك ايش بنقطعها على نفس طريقه تيد لاسو كذا قطع مستطيله تقريبا مستطيله. بس اسوي لك شيء. كملي حقتك هذه قطعي هذه. يا سلام يا سلام يا سلام لعيبه. لحظه لا 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 قربتيها قربتيها. يلا ما عليك على طريقه تيد لاسو. احنا بنسوي البرزنتيشن بس تبع تيد لاسو وبعدين بنذوقها. لو سمحت لو سمحت شوف انا بحطها على خط كذا. تبي تقطع؟ طيب بخليك تكمل التقطيع تبعك بس خلينا ايش نسوي البرزنتيشن حق تيد لاسو بعدين نذوقها. ايش رايك؟ اوكي بولي. والله اتوقع انه كان يبغى لها تبرد زياده بس ايش عندنا اهم شيء الطعم. اهم شيء ايش؟ الطعم. اذا الطعم حلو الباقي كله يهون. اوكي هذه قطع بريال. ذوقي انت. ايش لذيذ والله صح والله لذيذ يا جماعه. لحظه انا تحمست. لحظه يا جوجو انا تحمست دقيقه نرجع نطلع دي برا. بس لحظه فين اكثر كثير؟ حوسي حوسي يا بنتي حوسي الصحن في دراسك يا حوسي ام الدنيا. نسوي برزنتيشن بس حق تدراسه بعدين احوسي براحتك. هذه القطعه الثانيه حق تدراسه نحطها في الصحن. انا مصدوم من الطعم اقسم بالله. دقيقه 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 ما شاء الله فوضى فوضى. خلينا نكمل. خلينا بالله قولي لي ايش رايك يا جوجو؟ طعمها حلو والله. ما تسلكي لي عشاني بابا. حلوه والله. انا صراحه مصدوم يا جماعه والله. ما توقعت. دقيقه خلينا نقطع اخر قطعه. والله ما توقعت انها بتطلع لذيذه كذا. هل السر في زيت اللوز ولا ايش السالفه؟ طعمه مره لذيذ. اوكي وكذا طلع معنا البرزنتيشن تبع تيد لاسو زي الفل. يلا جوجو سوي 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 الحركه سوي الحركه سوي الحركه هاي. ايش اسمه ذاك نصرت ما ادري ايش اسمه التركي. الله عليك يا لعيبه يا حبيبه والديك. يلا يا جوجو خلينا نذوق قطعه ثانيه انا وانت. قطعه كذا لذيذه واحده لك واحده ليا وقولي لي ايش رايك. يلا لا خذيها قولي لي ايش رايك. طالع في الكاميرا وقولي لهم ايش رايك؟ والله والله يا جماعة أنا مصدوم. هذه أحلى من بسكوت القمر. ها هو ولا بسكوت القمر أحلى؟ بسكوت القمر أحلى عشانك أنت اللي سويتي 99% منه عشاني سويته عشانك. لكن هذا عشانه عشاني ما عجبك عشانه عشانك. قلنا كثير كلمة عشانه. والله لذيذة والله ما أبالغ يا جماعة لذيذة. ما ألوم ريبكا يوم إنه جاب راسها تيد لاسو. فوضى جوجو قلبت الصحن فوضى بس والله لذيذة. مرة عجبتني. تعرفون البسكوت هذاك اللي يجي كذا في علبة دائرية زرقاء يشبه له بنسبة كبيرة. جود حبيبتي قلبنا أمه معصوب وربي معصوب خلاص. قلبنا المعصوب. والله لذيذ. طيب ممكن الحين تخليني أقول لك قصة تيد لاسو. أوكي 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 أقول لك قصة تيد لاسو. أوكي. هاي اسمعيني. تيد لاسو هذا مدرب كرة قدم أمريكية. راح من امريكا الى بريطانيا علشان يدرب كرة القدم العادية اللي نعرفها ذي، فيواجه هناك تحديات. خليتي ام القصة بيض يا جوج، خلاص ما عاد ابغى اقول لك القصة. المهم الزبدة يا جماعة المسلسل مرة رهيب لا يفوتكم، 10 حلقات ونازل منه موسم ثاني. شو المفاجأة اللي بتسوي ليها؟ تغمض. ايه افتح. واو هذا اللي هي؟ شكرا اي لاف يو. الله يعطيك العافية يا جوجو. شكرا شكرا يا حبيبتي. اي لاف يو اي لاف يو. ايش رايك ايش رايك ايش رايك تقولي للمتابعين الحين؟ الله يعطيكم العافيه على المشاهده. قولي لهم شكرا على هذا الفيلم. اها وهذا بنشوفكم بعد ساعه. لا لا خلاص بنقفل ام الفيديو. ايش اللي بنشوفكم بعد ساعه؟ قولي لهم يا جماعه اسمعي انت كرري ورايا. قولي لهم شكرا على المشاهده. شكرا على المشاهده.
لا تنسوا تضغطوا لايك. لا تنسوا تضغطوا لايك. وتشتركون في القناة. لا تشتركون في القناة. لا اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. كان معاكم جود والوجيه. كان معاكم جود والوجيه. باي باي. باي باي.